السلام ورحمة الله وبركاته. يلا عشان نخلص على طول بقى، تمام؟ تمام. وكرة بصوت ارتدى أحمد نقط الأزرق. الأزرق. اللبس الأزرق. برافو عليك، كيف ممكن نقول التيشيرت الأزرق؟ ماشي يا شباب، ماشي. يلا نتمنى كان في حاجة كده على الأسماء المحطوطة، كنت عايزة أحلها معاك عشان تذكروا الأسماء الموصولة، إيه رأيكم؟ ماشي. مش موجودة تقريبا، أو موجودة أهي، يلا هاتوا الجزئية بتاعت الأسماء الموصولة، 12. الجزئية صفحة استعدتوا تذكروني. هي الذي والتي، الذي للمفرد المذكر، مثل قابلت الطبيب الذي يعالج أخي، التي للمفرد المؤنث مثل الحديقة التي أذهب إليها. يلا السؤال الأول، قل لي يا عمار، الشجرة نقط أمام بيتي مثمرة. الشجرة التي ولا الذي؟ نفس الترتيب. ايش لينك النعم؟ نعم، لينك النعم الشجرة التي ولا الذي؟ ايه بس؟ الشجرة التي ولا الذي؟ التي برافو. السؤال اللي بعد، بس الصديق الحق هو الذي ولا الذي يحافظ على السر؟ فين يا مس؟ الذي. الله يا حبيبي صفحة 12، فين؟ فين يا مس؟ فين؟ صفحة 12. لقيتها؟ طب يلا تمام. الأولى التي والثانية الذي. أيوة ما ننساش بقى تاني الأسماء الموصولة، ماشي يا حبايبي؟ أوكي ماشي، أوكي يلا عشان نسمعها. بس يا مس دلوقتي انا دخلت على الجروب، هبعت لك الايميل على الجروب. تمام. انا مش ممكن ما اعرفش اشوفها بسرعه، يلا عشان هصححها دلوقتي على مع بعض كده نصححها. طبعا. مس وحضرتك قلت لنا حاجة نكتبها ولا لسه؟ يلا نكتب. طلبت المعلمة من كل مجموعة، طلبت المعلمة أنا خلصت. تمام، أن تصمم مطيبا، أن نصمم كتيبا. أو أن تصمم تصمم ولا نصمم؟ تصمم أن تصمم تصمم 2 ميم صح؟ أنا خلصت. كثيرا
ايه؟ ايه؟ صغيرا. ان تصمم يعني مثلا ما كتبتش كتيبا، معلش. اكتب كتيبا صغيرا. انا خلصت. طيبا طيبا مش هقع في مشكلة. مس كتيبا بالتنوين صح؟ برافو، تنوين ايه؟ فتحة. برافو. عن بعض الحيوانات قلنا كتيبا، كتيبا عن بعض ابن عن بعض الحيوانات. الغريبة. يلا بقى كل يوريني عشان نخلص بسرعة. يلا حبايبي. ثواني يا مس، عشان متأكد انه دي القطعة كلها صح. يا رب بس. انا عمر. برافو يا عمر، 10 من 10 يا عمر. استنى، اللهم بارك. فرح دلوقتي. انت جميل يا عمر، ممتاز. بسان افتحي المايك عشان الصورة تكبر عندي يا بسان، من فضلك اتكلمي وافتحي المايك. مش يا صح، عمر الشاشة كبيرة جدا صح؟ بس انا همشي. تسعة من عشرة يعني تسلم، بس المعلمة ما فيش مد بالواو. 9 من 10 يا بسان. 9 يا همسة، قصدي 9 ونص. مثلا هبعتها لك على الجروب مفيش مد عشان بالواو. الشمس جاية عليه قوي. بعتوها على الجروب برضه، بعتوها على الجروب. بسان ماشي. 10 يا بسان. 10 من 10. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صورها على الجروب عشان يعرفوا الإملاء بتاعتكم. ظبطي بس تقدم بالواو يا هاني. حاضر. ماشي يا حبيبي، كلكم ما شاء الله عليكم ممتازين، يا صف ثالث، بحبكم قد الدنيا. كنت معاكم ميس أميرة معلمة اللغة العربية. حد عنده أي سؤال؟ لا يعني هو بس. ماشي يا حبايبي، بحبكم قد الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.